اليوم حابة أعمل سكراب. اهلا بنات، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا كلياتكم بالف خير يا رب. يا اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد، ويا اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت بقناه جديده. برحب فيكم كلياتكم من وين كنتوا عم تشوفوني او تتابعوني. اليوم هيك فقت وعملت لحالي قهوه، قلت بدي اصور لكم فيديو فلوق اليوم. طبعا كان في عندي كمان من الحلو يلي عملته معكم من يومين. طبعا انا هذا الفيديو مصورته بعد بيوم، عرفتوا؟ فاي والله قلت لأعمل لي هيك ايس كوفي مشتهي عليها عبالي يعني، واقرأ لي شيء، عرفتوا؟ هلا حطيت هيك تلج، وحطيت له صوص كراميل، وحطيت له حليب، بعدين مي سخنه، ذوبت ملعقه قهوه سريعه الذوبان او نسكافيه، وبعدين ذوبت كمان ملعقه سكر وحطيتها فوق الحليب. كتير طيبه، بشربها على طول مكياتو يعني، كتير كتير بحبها. فقلت لازم أقرأ، أنا من زمان ما قرأت، ما عم أقرأ يعني. أنا هذا أكتر شيء كنت حبه قبل ما أتزوج، قبل ما يصير عندي مسؤوليات وأفتح بيت ويصير عندي بنوتة الله يحميها يا رب. كنت كتير كتير أقرأ، حتى يعني ما كنت كتير بقرأ ورقي، بقرأ بي دي إف، لأنه بلبنان ما كنت كتير أشوف مكاتب عربية أو في روايات وكتب. هتسمع صوت بنتي كتير هلا على فكرة، ما عم أقدر يعني، ما راح أقدر سكتها. وقع الاختيار على هذا الكتاب، هو عندي أنا بالمكتبة بس ما قرأته. يمكن هالشي أحسن شي ممكن ضيع وقتي عليه، أو أحسن شي ممكن أني أقضي وقت عليه، إنه أقرأ أتعلم أعرف روايات كتب أي شي، علم نفس أي شي. فوالله اخترت هذا الكتاب، وعن جد كان خيار كتير موفق، لأنه كان كتير حلو. هو بيحكي عن الدين، بيذكر الدين فيه كتير، وكتير حبيبته، كتير حبيته، بس لسه ما خلصته. بس خلصته رح قلكم رأيي فيه بكل صراحة، ورح قلكم أحكي لكم عن المحتوى. أنا هون هيك حاولت أصور لكم هو الكتاب عن شو بيحتوي. عمر ماما وشو في بقلبه، عرفتوا؟ هيك صورت لكم كمان لقطات منه وأنا عم أقرأ. هو الكتاب بيحكي عن نصائح أو عن عبر صارت مع الأنبياء، مع عمر بن الخطاب. بيحكي عن الدين، كتير كتير حبيته، كتير حسيته خفيف يعني. قرأت شي 30 صفحة هيك بدون ما أحس. فوالله قرأته وقلت لأشارككم حتى أنت كمان هيك يتحفز عندكم كمان، ممكن أو ممكن أنتوا كمان تحبوا تعرفوا عن هذا الكتاب، او يثير فضولكم تقوموا تقراوا انتوا كمان كذا اخبار يعني هيك. وفي شيء اقتباس قراته فيه كتير حبيته، هو بيحكي عن الام والاب، وانا صورت لكم اياه هون بالفيديو. كتير حبيته للكتاب، وان شاء الله بس خلص رح احكي لكم عنه، ان شاء الله رح اشارككم عن رايي بروايات وكتب قراته. واذا بدكم بشارككم، انا قارئه سابقا كتير روايات وكتب، أنا فوق 350 رواية قارئتها لما كنت فاضي وما كان عندي كتير أشغال وأمور. هلأ رح أحاول إن شاء الله أني أرجع نظم وقتي، أرجع لحياتي هيك سابقا يعني، ولو أنه صعب شوي، بس رح أحاول أنه قدر الإمكان أستغل وقتي بشي مفيد، شي بيفيدني. حطيت هيك قهوة لحالي وحلو لأتحفز أكتر. حاول قدر الإمكان أنه ما أضيع وقتي كتير على التليفون أو على التلفزيون
او على اي شيء ما بيفيدني بصراحه يعني. فقلت هو انا بحب الرسم كمان على فكره بنات، انا كتير 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 بحب الرسم، وقبل كنت ارسم كتير، وكنت كتير بميل لرسم المندالة يعني رسم الزخرفه، كتير كتير كنت بحبها كمان، كتير كنت ارسم. فعم حاول اني قدر الامكان اعمل اي شيء، اي شيء بعيد عن الهاتف، اي شيء بعيدا عن السوشيال ميديا، بعيدا عن البرامج، بعيدا عن مواقع التواصل، اي شيء اي شيء. فخاصه هلا الشتاء وليل طويل، شوفوا هون هذا الاقتباس كتير حبيته، فحبيت فرجيكم اياه. فهلا الليل طويل وتحتاري عن جد، تحتاري شو بدك تعملي. انا بقوم بعمل حلو، بعمل محفوظات، بعمل بحس لسه في عندي وقت، وما بدي ضيع هذا الوقت، بدي استغل هذا الوقت بشي انا ينميني عن جد والله. فقلت بقرا هالرواية بتحفز، ممكن ارجع اقرا مره تانية، كمان فينا نقرا قران، كمان فينا نصلي، نعمل اي شيء اي شيء، عرفت؟ خاصة إذا عنا أطفال، فالأطفال بيتأثروا فينا كتير يعني. شوفوا أنا ما بعرف إذا مبين على الكاميرا، لكن أنا أول ما جبت رواية صرت أقرأ بنتي، شوفوا جابت الكتاب، هي كمان صارت هيك قعدت جنبي وصارت تحاول إنه هي كمان تقرأ، حتى لو إنه ما بتعرف تقرأ، بس هالشي بيضل، رح بيضل مع إنه أنا لما تشوفني أنا بقرأ دائما، أو عم بعمل شيء، أو بصلي، أو بقرأ قرآن، هالشي رح يخليها هي كمان تقوم تعمله، تقوم تتحفز لتساويه، هالشي رح ينزرع فيها من هي وصغيرة، من هي وطفلة. اليوم حابة أعمل كريسبي دجاج، فجهزت هون بصدور الدجاج، حطيت هون حليب، هلأ البهارات، حطيت ملح وبودرة ثوم وبودرة بصل وبهار أسود، حطيت كاري، وحطيت كمان شو اسمه هيل ناعم، بدي احطهم هلا على صدور الدجاج بعد ما احركهم كلهم. هون انا حاطه صدور الدجاج وملح بس، رح احط هون شوي وهون شوي، ورح احط هون شوي. هون راح احط بيضة، حطيت مي مع البيضة وراح احركها. هلا خلصنا، هون حطيت مي وبيضة، هون حطيت ملح، عفوا هون حطيت حليب، وحطيت نص ليمونة وصدور الدجاج والبهارات، وحطيت شوية من البهارات، هون حطيت مي وبيض، وحطيت كمان شوية من البهارات، وهون حطيت كمان طحين ونشا، وحطيت له كمان شوية من البهارات. بحرقهم كمان، حط شوي من هاي المي هون حتى يصير عندي تكتلات. حركهم، هلا هيك مثل ما انكم شايفين صبايا، بعد ما قريت روايتي وقعدت شوي قمت لأعمل لأبلش بالأكل. ما بعرف إذا ضعت وأنا عم أشرح لكم، أنا الفروج كنت نقعته بحليب، وبس ما نسيت لكم نقعته بحليب تمام، ونص كاسة زيت، وكمان نقعته بنص كاسة خل، عرفتوا؟ وتركته بالبراد بعد ما خلصت كل أموري، هيك تركته شي 6 ساعات، بلشت جهزه لحتى أعمله زنجر دجاج. فلحتى يصير عندي قرمش يعني لازم أعمل هاي الطريقة. أول شي جبت مي، حطيت بقلبها بيضة، وحطيت البهارات اللي قلت لكم عنها اللي كنت مجهزتها للدجاج. بعد ما حطيت منها للدجاج، حطيت منها للبيضة، وحطيت منها كمان الطحين والنشا يلي حاطيتهم على جنب، عرفتوا؟ يعني من نفس البهارات أنا وزعتهم على هدول الثلاثة كلهم. فصرت أغمرهم هون بالبيض
عفوا صرت شو اعمل؟ اول شي طالعه هي فيها حليب، فطالعه بغمرها بحطها بالطحين هيك على الخفيف، وبعدين بغمرها بالبيض، بعدين ارجع اغمرها بالطحين وبقليها بهذا الشكل هيك لحتى يصير عندي حراشف، عرفتوا كيف؟ يعني بيصير هيك مقرمش الزنجر معي. عن جد طلع كتير كتير طيب، بس هو صح شوي بيعذب وبده شغل كتير وبيعمل لك كومة جلي، لكن طيب أنا بحب زنجر الدجاج كتير كتير. شوفي كيف عن جد طلع كتير 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 طيب. أنا هاي تاني مرة بعمله وبينجح معي. ما بده شي. طبعا قطعته أصابع ورفيع لحتى ينطبخ، ما رفيع كتير وما سميك كتير، لحتى ينطبخ معي ما يضل قلبه ني، وبنفس الوقت ما كتير خفيف مشان ما هيك يعني نحس بطعمته. يعني وهلا هون وانا عم اقلي الزنجر دجاج قلت خليني اقلي جنبه بطاطا مقليه، بس للاسف انتزعت، يعني ما انتزع طعمته، شكله انتزع لانه الزيت صار كله بهارات من الدجاج. فقطعت بطاطا مقليه وقلت بدي اعمل جنبها هاي السلطه. هاي السلطه كتير انا بحبها جنب الكريسبي، كتير 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 حسن جنب الكريسبي بحبها. هي اسمها كولسلو. كتير بحب انا يعني دائما لما بعمل كريسبي او بعمل بروستد او اي شيء بعمله جنبها. قطعت ملفوف اخضر، ما بعرف شو بتقولوا له انتم، نحن بنقول له ملفوف اخضر. قطعته ناعم رفيع لانه هو هيك شوي قاسي يعني. قطعته وبدي احط له لبن ومايونيز وجزر. قطعت الملفوف، بعدين هون جزر بشرته، الجزر بدي ابشره ما بقطعه لانه الجزر كمان قاسي ما حيطلع طيب، فبشرته كمان. وبعدين رح احط له الصوص تبعه. الصوص تبعه هو عبارة عن لبن ومايونيز وسكر. حطيت 4 معالق لبن، خفقتهم كتير منيح، حطيتهم فوق الجزر والملفوف. بعدين جبت كمان مايونيز، انتو الكمية كيف بتحبوا، بس هي بتكون متعبية الصوص، عرفتوا، تكون هيك مغرقة بالصوص. كمان حطيت مايونيز وحطيت لها تقريبا ملعقة ونص سكر، هي كمان بيحطوا لها سكر ما تستغرب، بس تطلع طيبة كتير كتير. حطيت لها كمان ملعقة ونص سكر وخفقته مع المايونيز كلياتهم، وبعدين حطيتهم فوق الجزر والملفوف وبتخلطون هيك كلهم مع بعضهم، وبس هيك صارت السلطة هاي جاهزة كتير طيبة. بس حكوا تجربوا اكيد بتعرفوا، هي اكتر شي كمان بيحطوها بالمطاعم السورية، انا بشوفها اكتر شي، بشوفها ببرجر كين كمان موجودة، انا عفوا مو برجر، بشوفها بكنتاكي كمان بيحطوها، فكتير طيبة. وهون هيك حطيت الكريسبي وحطيت البطاطا مقلية، حطيت كمان هاي السلطة وحطيت مايونيز وكاتشب وأكيد جنبها كولا. وبس لهون بكون وصلت لنهاية الفيديو، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا منزله. ما تنسوا كمان تحطوا لي لايك وتعلقوا لي تعليقات هيك حلوة مشان تشجعوني تدعموني أكثر، وأكيد مشان يرتفع الفيديو عندي أكثر. وبأمان الله، ضلوا بخير.